بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنستكمل في الحلقة دي تصميم شير وولز باستخدام برنامج السي اس اي كولم من النتائج اللي كنا طلعناها في الحلقة اللي فاتت من الاناليسس بتاعت الارث كويك والويند على المنشأ في 3 دايمنشن. وليكن احنا قلنا المرة اللي فاتت احنا عايزين نصمم الشير وول اللي هي رقمها 783 ديت شير وول شكلها افقي، طولها في اتجاه اكس 3 متر وعرضها في اتجاه واي 25 سنتي زي ما احنا كنا فرضينها. هنحطها ونحسب الاستريسز عليها ونحسب كمية التسليح ونشوف هل هي هتبقى سيف ولا هتبقى ان سيف. لو محتاجين نزود قطاعها هنزوده، لو لقينا ان هي سيف او ممكن نقلل القطاع بتاعها عشان نوفر في التكاليف بتاعة انشاء المبنى. الاول لازم نصدر الرياكشن بتاعها على الاكسل. هنختار السبورت ده بس كده ونعمل من هنا display show tables نظهر النتائج. الجوينت اوتبوت الرياكشنز تمام، اللود كيسز هنصدر النتائج كلها بتاعت الديد لود واللايف لود والارثكويك اكس 1 و2 والارثكويك واي 1 و2 والويند اكس والويند واي. دي النتائج اللي انا هصدرها بس، يبقى ديد ولايف اللي هي الوركينج لود ديد ولايف والارثكويكس ارثكويك اكس 1 و2 وارثكويك واي 1 و2 والويند سواء اكس او واي. دول كده هيبقوا 8 حالات. نعمل اوكي ونقول له هنا سيليكشن اونلي علشان ما يصدرليش الرياكشنز كلها، يصدر بس اللي انا مختاره بس. نعمل اوكي. هو كده جاب لي الديد ثم اللايف ثم الارثكويك اكس 1 و2 والارثكويك واي 1 و2 والويند اكس والويند واي. كل حاله من ديت الشير وول او العمود ده عليه فورس في اتجاه اكس اللي هي اف 1 وفورس في اتجاه 2 اللي هي اف 2. ديت الشير فورسز اف اكس واف واي. في برضه هنا اف 3 اللي هو الرياكشن الراسي نتيجة الديد لود واللايف لود والويند والارثكويك اكس والارثكويك واي والويند اكس والويند واي. برضه ديت دي اللي انا عايزها اللي نورمال فورس. انا مش هيفرق معايا الشيء لان قيمته بتبقى صغيره ومش هتاثر معايا في الحسابات. اللي هيأثر معايا بس في النورمال ستريسز هي النورمال فورس اللي هي اف 3 اللي هي في اتجاه زد، والام 1 اللي هي المومنت اباوت اكس، وام 2 اللي هي المومنت اباوت واي، لكن الام 3 اللي هي المومنت اباوت محور زد بتاع الجوينت اللي انا مصدرها دي. فده هيبقى يعمل تورشن على الممبر وقيمته زي ما احنا شايفين كده صغيره جدا. انا اهم حاجه عندي اف 3 وام 1 وام 2 هم دول اللي انا عايز اصدرهم. نيجي عنها على فورمات تيبل ونخفي هنا اف 1 واف 2 ونسيب اف 3 بس، ونسيب ام 1 وام 2 ونشيل ام 3 اللي هي التورشن، ونسيب بقيه الحالات اللي فوق دي زي ما هي كده اوكي. ونبدا هنا نصدره على الاكسل من فايل export current table to excel. كده جابهولي على الاكسل. ديت انا عايز اعمل combinations او حالات تحميل في حدود 27 حالة تحميل. ممكن تكون الرياح لوحدها، ممكن يكون الزلازل لوحدها، ممكن يكون الديد لود واللايف لود من غير لا رياح ولا زلازل. في عندي combinations الكود المصري مديهالي علشان نصمم بيها. الكومباينيشنز ديت انا عاملها في برنامج اكسل هنا اهيت، هنجيبها ونشتغل عليها. نعمل ضن دي الاول. الكومباينيشنز في شيت الاكسل ده لازم يكون هتدخلهم بالترتيب الديد واللايف والارثكويك اكس 1 و2 وارثكويك واي 1 و2 والويند اكس والويند واي لازم بالترتيب. ازيك، انا كنت هنا مختارهم بالترتيب برضو، هم موجودين. هننسخ دول كوبي ونوديهم على اللود كومباينيشنز دول، نلزقهم هنا برضو. هلاقي هنا ان هو حسب لي 27 حالة، كل حالة ليها اف 3 وام 1 وام 2 يعني بها نورمال فورس وام اباوت اكس وام اباوت واي. ال 27 حالة دول اللي احنا هنصمم بيهم. ندخل على برنامج السي اس اي كولم. يقول لي عايز قطاع عمود
سريع من هنا بالكويك ديزاين ويزارد، نقول له نو، ونعرف الاوبشنز بتاعت البرنامج، اوبشنز جنرال اوبشنز، انا هشتغل بالنظام المتريك بوحدات السنتي، تمام اوكي، والكود اللي هو الامريكي 2002، لان هنا مفيش كود مصري، بس هو يطلع نفس النتيجة بدقة عالية جدا. بعد كده نعرف الماتيريال، وليكن انا عندي الخرسانة اف سي يو بتاعتها ب250، يبقى الاف سي داش بتاعتها هتبقى 250 في 8 من 10 تبقى 200، يبقى ديفاين ماتيريال بروبرتيز الاف سي داش ب200. ولو انا عندي اف سي داش قيمه تانية مش موجوده هنا، ممكن نختار كاستم ونكتبها تحت هنا، مفيش مشكله فيها، لكن انا عندي هنا الاف سي داش موجوده ب200، يبقى تمام. الريبر تايب اللي هي الاسياخ بتاعتي، في جريد 60 وفي جريد 40، انا عندي الجريد بتاعي 36 اللي هو 3600، الاف فيلد 3600، يبقى نختار كاستم ونكتب هنا 3600. المودلس بلاستيستي 2 في 10 اس 6، تمام. الستريس ترين كيرف الاستيك بعدين بيرفكتلي بلاستيك، مفيش مشكله فيها. الريبر سيت اللي هي مجموعه اسياخ التسليح، نختار هنا يوزر واديت، الاسياخ اللي عندي 6 8 10 12 16 20 22 25 28 وهكذا. الاقطار ديت لو في اقطار عايز ازود عليها مفيش مشكله نكتبها، لو الاقطار مساحتها مش مظبوطه تعدلها وتكتبها، ممكن مسموح لك تدخلها عادي مفيش مشكله، ممكن تلغي منها اقطار وتدخل اقطار تانية مفيش مشكله فيها. الاقطار دي انا معدلها قبل ما افتح البرنامج ده ومدخلها، هو كان مدخل لي لحد فاي 20 تقريبا، واحنا زودنا القيم اللي تحت دي، ممكن تزود اقطار تانية مفيش مشكله، المهم تاخد بالك من الدايمتر والاريا، هيبقى دي بالسنتيمتر المربع والدايمتر بالسنتي، وكاتب لي وحدات تحت هنا. وده البار نيم اللي هو اسم السيخ، لازم تكتبه بنفس الصيغه اللي هو كاتبه كده، دي سمول وبعدين مسافه وبعدين القطر بالملي، دي 28 دي 25 وهكذا، ده اسم مجرد اسم بس، لكن الدايمتر والاريا دول اللي هو هيشتغل بيهم. اوكي، يبقى انا كده عرفت الاسياخ. لما اتعرف الاسياخ دايما في كل مره في غلطه في البرنامج ده، ان هو بيغير لك الاف يلد تاني، فانت تكتبها 3600 تاني، والاف سي داش خدها 250 فوقه باظت منه، برضو هتختار 200 تاني بحيث تتعدل، يبقى دي 200 اهي، وديت 3600، تمام، يبقى دي 200 ودي 3600 وديت يوزر. اوكي، لازم نتشك عليها تاني برضو بحيث لو اتلخبطت نظبطها تاني، من ديفاين ماتيريال بروبرتيز دي 200 تمام، دي 3600 اهي متظلله تحت اهي، والاسياخ بتاعتي يوزر اللي انا مدخلها. اوكي كده الماتيريال اطمنت انها مظبوطه. بعد كده انا عايز اضيف القطاع المستطيل اللي هو في اتجاه اكس 300 سنتي وفي اتجاه واي 25 سنتي، من قائمه درو اد بيزك كونكريت شيب كونكريت ريكتانجل، وبعدين جاب لي قطاع 61 سنتي في 91 سنتي، نضغط عليه دبل كليك يجيب لي شاشه ادخل فيها الابعاد، البي اللي هو في اتجاه اكس ده 300 سنتي زي ما هو مرسوم في الساب بالظبط، نرسمه هنا علشان ما نرسموش متعامد على المومنت بتاعه فما يطلعش أي فيطلع دايما انصيف، يبقى لازم زي ما هو مرسوم في الساب هناك افقي كده يبقى يترسم برضه هنا افقي، البي ب 300 والاتش ب 25 سنتي، الابعاد كلها بالسنتي، نعمل هنا اكسبت تشينجز عشان يقبل التغييرات دي ويرسمه لي، ونصغر تاني بحيث يجيب لي القطاع كله في ملء الشاشه. نختار من هنا الاف سي داش 200 تمام زي ما احنا مقصصينها قبل كده، والستريس سترين كيرف اي سي اي وايتني ريكتانجل هنختار منه هنا بي سي اي بارابولا، تبقى اللي هي الاكزاكت بتاعت الكود المصري البي سي اي بارابولا، وبعدين نضيف الاسياخ، المفروض الاسياخ ان هو هيطلعها لي بس هو مش هيعرف يطلعها الا اذا انت اديت له حاجه افتراضيه في البدايه كشكل توزيع للاسياخ، وليكن انا هفرض ان انا هحط اسياخ 6 فاي 10 في المتر، ده فرض مبدئي، او 6 فاي 8 او 6 فاي 6، المفروض ان انا هحط، المهم ان انا هحط 6 اسياخ في المتر وخلاص، فانا هحط 6 اسياخ، يبقى الطول اللي هو 3 متر ده وده 3 متر يبقى كده 6 متر، ال 6 متر دول وربع هنا وربع هنا بقى كده 6 متر ونص، المتر الواحد فيه 6
يبقى ستة في ستة بستة وتلاتين، ونص كمان يبقى كده 39. عندي كده 39 سيخ هيترص. هنحط 40 سيخ وليكن ونوزعهم بالتساوي على الأوجه. يبقى أنا يعني على مسافات متساوية، نضغط على الكالكوليتور ده ريبر كالكوليتور، نقول له هنا حط لي أراوند ذا بريمتر، يعني حط لي الأسياخ على البريمتر على المحيط، وزعها توزيع على مسافات متساوية. ونختار هنا 40 سيخ فاي 10، ونقول يساوي، هتنزل لي تحت اهي، ونقول له اوكي. كده هو حط لي توزيع منتظم تقريبا على الحيطة بتاعتي. طبعا ده ما ينفعش، ده هيهدر معايا حديد كتير جدا، لازم يكون في تركيز حديد عند الاركان بتاعة الحوائط، يعني يمين وشمال الحيطة. فهنكبر على الحتة دي كده، نعمل زوم عليها، ونبدأ هنا بالنسبة للأربع أسياخ اللي هنا دول، هناخدهم كوبي، نعلم عليهم كده، ونضغط على كنترول من الكيبورد، ونضغط باستمرار بالماوس عليهم، ونضغط ونشد، هينسخ نسخة تانية منهم، وممكن نحركها بالأسهم مفيش مشكلة. يبقى كده خدت دول كده 8 أسياخ. وبعدين بعد كده ناخد برضو دول، ننسخهم، نضغط كنترول وبالماوس نشد باستمرار، يبقى انا كده تقريبا عملت هنا صف 2 3 4 5 6، دول كده 6 صفوف من الحديد. الناحية دي برضو نعمل دول 4 اسياخ، نجيب ده كده ننسخ كوبي منه لتحت هنا، دول كده 4، وننسخهم كده جنبهم صف تاني. وبعدين هنا ننسخ دول خمسة بس، نعمل 6. فكده كده عملت هنا تركيز شوية حديد شمال ويمين. ممكن نختار الأخطار دول بدل ما هم في 10 نخليهم، ده كله فرض مبدأ اللي أنا بعمله، لسه هنصمم أو هنعمل تشيك. هنختار دول ونديهم قطر هنا، أنا كنت بحطط كله الأول في 10 وعمال أنسخ منه، لا هنخلي ده وليكن فاي 10 زي ما هو، واللي في النص هنخليهم فاي 6، هنخلي اللي في النص دول فاي 6، واللي على الحرف دول فاي 10 زي ما هم. احنا كده كده لسه هنعمل تشيك او هنعمل ديزاين. هو طبعا اقل فاي في الحوائط فاي 10، بس انا هبدا بقطر صغير جدا وهو يبدا يعمل ترايلز ويزود لي مساحه الحديد اللي عندي. ممكن نظهر قطر السيخ مكتوب عليه، لو ضغطت على ال 10 ديت النقطة الحمراء دي شو ريبر سايز، وكبرت هنا كده، الأول دي فاي 10 ودول فاي 6 وهكذا مكتوب عليهم. اوكي ظهرت لي هنا اهيت الأقطار بتاعتي مكتوبة والأبعاد بتاعتي كلها موجودة. ممكن بعد كده نيجي نعمل تشيك على القطاع، بس ندخل أحماله الأول من أساين كولم لود. في كومباينيشن هو مديها لي، هنمسحها، بس احنا الكومبينيشن الموجوده. ونيجي بقى نجيب الكومبينيشنز اللي احنا عاملينها في شيت الاكسل ده، اللي احنا جبناها من الساب وحطيناها هنا، فالراجل جمعها لي مع بعضها، مره يحط لي الديد واللايف بس، مره يحط الديد واللايف والارثكويك اكس، مره يحط الديد واللايف والارثكويك اكس بالسالب، مره يحط الديد واللايف والويند، ممكن وهكذا. عمل 27 تجميعه حسب الفاكتورز بتاعه الكود المصري. هناخد التجميعات دي ننسخها، ليها مكان موجود هناك، احنا مظبطين دي على مقاس التانية بالظبط. كوبي كنترول سي، عملنا كنترول سي، عملنا كوبي من دي، ورحنا هنا على السي اس اي كولم
ضغطنا هنا وعملنا بيست هنزل لي 27 حالة الكومباينيشن اهي 27 حالة كل حالة فيها بي التيميت واما التيميت اباوت اكس واما التيميت اباوت واي زي ما احنا جايبينها بالظبط من الساب. بعد كده ممكن نعمل تشيك لو انا كتبت هنا السي التيميت على السي ان كده اللي هو الكولم كاباسيتي ريشيو معناها ان انا هعمل تشيك او من قائمه ديزاين في عندي حاجه اسمها كولم كاباسيتي ريشيو او اضغط على اف 5 هي لو ضغطنا عليها كده يجيب لي في ال 27 تحميله كل تحميله ليها حاجه اسمها كاباسيتي ريشيو. الكاباسيتي ريشيو دي لو اكتر من واحد يبقى العمود ان سيف لو اقل من واحد او تساوي واحد يبقى العمود بتاعي او الشير وول سيف. في هنا فاكتورز باتنين وشويه ده اتنين وشويه دي يعني ان سيف مرتين ثلاثه يبقى اذا كده القطاع بتاعي ان سيف. طب الحل نعمل احنا تصميم بقى من عنده في هنا ديزاين كولم اوتو ديزاين او هي نفسها اللي بره دي كولم اوتو ديزاين هنقول له هنا ستارت اوتو ديزاين فروم كارنت سيكشن ستيت يعني ابدا من الحاله اللي انا موجود عليها دي ان في اقطار صغيره فاي 6 وفي اقطار كبيره مركزه على الجناب فاي 10 فيقوم هو لما يبدا يعمل الترايل الاولانيه فاي 6 وفاي 10 اللي على الجناب مش نافعين يبدا ياخد جوه فاي 8 وعلى الحرف ياخد فاي 12 وبعدين ما نفعوش ياخد جوه فاي 10 وياخد بره فاي 16 ما نفعوش ياخد جوه فاي 16 وبره فاي 20 او فاي 22 وهكذا فيدنه دايما في المنطقه اللي فيها النيوترال اكسس موجود ما هو دايما هنا في النص النيوترال اكسس عنده زيرو ستريس فليه احط حديد كتير انا عندي على الاطراف النورمال فورس النورمال ستريس هيبقى عالي جدا سواء اللي ناتج من المومنت اللي جاي من الرياح او من الزلازل بالاضافه كمان لان في نورمال فورس جايه من الديد واللايف فعلى الاركان دايما هنا وهنا هيبقى فيه نورمال ستريس عالي جدا سواء تنشن او كومبريشن فانا محتاج حديد على الاركان فلازم دايما نحط الاقطار اللي في النص صغيره والا هو هيحط لك كل الاقطار زي بعضها اللي جوه زي اللي بره وهيهدر عندك حديد كتير جدا فلازم في الاول وانا بحط له سيستم يمشي عليه وبعد كده يبدا يعمل ترايلز ويزود تدريجي كل واحد الصغير هيدنه صغير والكبير هيدنه كبير ويوفر لي فيه التكاليف بتاعه انشاء الحيطه دي يبقى نقول له هنا ستارت اوتو ديزاين فروم كارنت سيكشن ستيت ونقول له ابديت سيكشن ديسبلاي افري افتر افري اتريشن يعني بعد ما تحل كل اتريشن او كل حاله كل محاوله تعملها كل ترايل تبدا تكتب الفاي 6 بقى كام والفاي 10 بقى كام الفاي 6 بقى كام وهكذا يبدا يزودها. نعمل هنا الاوتو ديزاين اوبشنز نعدلها نشيل من هنا انكريز الهايت وانكريز الويدث انا عايز اسيب الحيطه دي زي ما هي 3 متر في 25 سنتي هنغير في الحديد بس لو ما نفعش والحديد طلع القطاع بتاعي اوفر انفورسد سيكشن يبقى هضطر في الاخر وايه واكبر الحيطه لكن لو الحديد ينفع يتعدل فيه مفيش مشكله لو طلع اقل من الماكسيمم ريشيو يبقى مفيش مشكله. بالنسبه للكود المصري في الحوائط اقل نسبه تسليح اللي هي قيمتها 5 من 10% هو هنا مفيش 5 من 10% فنكتب له هنا ان في ايه 4 من 10% الماكسيمم ريشيو في الكود المصري 5% الريشيو انكريمنت اللي هي معدل الزياده اللي هو يبدا يشتغل بيها عفوا الماكسيمم ريشيو هنا 5% هي 4% يبقى المينيمم ريشيو 5 من 10% اللي انا حطيتها 4 من 10 ده وهيبدا منها ويبدا يزيد سنه 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 بمقدار الانكريمنت اللي هي 1 من 10% وسيلكت نيرست بار سايز يعني انت بعد ما تحسب المساحه حولها لاقطار تكافئ نفس المساحه دي ونعمل اوكي ونعمل ستارت اوتو ديزاين عمل اول ترايل مش نافعه يعمل الاتريشن الثانيه مش نافعه الاتريشن الثالثه مش نافعه وهكذا كده نسبة الحديد وصلت 86% دي 96% قال لي دي هنا ديزاين كومبليتد والمساحة بتاعت الحديد وصلت 1.4% دن كده الأقطار اللي جوه اهي بقت فاي 12
والأقطار اللي على الحرف بقت فاي كام؟ فاي 20. يبقى كده هو هيوفر لي، بدل ما كان يحط كله فاي 20، لا الحتت الغير مجهدة اللي في النص ديت نحطها فاي 12، والباقي ده نحط فاي 20. طبعا ممكن نحول بعد كده الفاي 20 ده لأي قطر أنا عايزه، المهم تكافئ نفس المساحة دي. يعني آخد مثلا النص متر اللي في الأول ده من الحيطة، والنص متر اللي في الآخر ده من الحيطة، نشوف فيهم حديد قد إيه فاي 20، ونحوله بقى الفاي 16 لو أنا عندي فاي 16 في الموقع، أو فاي 18 واستخدمه. يبقى كده أنا طلعت الحديد اللازم. لو جينا شفنا الكباست ريشيو تاني كده، لو جبنا هنا السي التيمت على السي ان دي، لو ضغطنا عليها تاني التشيك بتاعي، هنلاقي هنا الكباست ريشيو كلها قلت عن الواحد، لازم تكون اقل من او تساوي واحد. هنا في واحدة 9 من 10 اهي، 89%، كلها اقل من الواحد. بس كده برضو انا ممكن اكون مهدر بنسبة 10% زيادة. طب لو دخلنا وعدلنا احنا بايدينا الفاي 12 اللي في النص دي، يعني ندخل كده ونعدل هنا، ضغطنا دبل كليك كده، ونيجي هنا الفاي 12 اللي هي فيها حاجات مش مجهده قوي دي، لو اخترناها كده، لا سيخ دي بس نظهر القطر الاول عشان ما نختارش حاجه غلط. الفاي 12 دي لو اخترناهم الحاجات الغير مجهده دي وخليناهم فاي 10، اقل قطر في الحوائط فاي 10، وقلنا اكسبت تشينجز اوكي، مش هنعمل ديزاين تاني. تعالى كده نشوف الكباست ريشيو، هي كانت اعلى حاجة 9 من 10، دلوقتي وصلت كام؟ 91%، يعني لسه في السيف سايد، مفيش مشكلة فيها. هو المشكلة في البرنامج كله بيعمل ترايل بيطلع نسبة حديد مش نافعة، يعمل ستيب بمقدار 1 من 10% زيادة، فممكن يطلع تسليح أكتر من اللي أنا عايزه بنسبة 10%، 5%، 2%، فممكن أنا أدخل مانيوال وأعدل، ممكن أدخل تاني برضو هنا دبل كليك تاني وأشيل بقى من الفاي 20 دي، ممكن نشيل السيخين دول والناحية التانية برضو نشيل السيخين دول، نعمل accept changes اوكي. تعالى نجيب الكباست ريشيو تاني، هنا وصلت 96%، 96% اهي، كده 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 كفايه كده، احنا كده وفرنا كويس. واعلى نسبه كده اللي هي الكباست ريشيو طلعت 96%. برضو ممكن اطمن هنا في الريماركس، هنا الريماركس اخر حاجه اخر عمود على اليمين، لو في حاجه نوت اوكي يبقى اذا الشير وول ديت بتاعتي ان سيف، ومحتاجه انها تزيد لها الحديد او يزيد لها القطع شويه. بكده نكون احنا صممنا الشير وول وطلعنا كميه الحديد. ممكن نطبع ده لو انا عايز اطبعه بالاقطار بتاعته، نعمل دبل كليك هنا عليه وندخل جوه نظهر الاسياخ ونعمل اوكي تاني هيظهر لي بره. نعمل زوم عليها كده، ممكن نطبع الشكل ده عندي على ورقه بحيث ايه بعد كده نبقى نرسمها على الاوتوكاد ونعمل لها تفصيله للتفريد بتاعها والكنات بتاعتها. المسافه بين الكنات المفروض ما تزيدش عن 30 سم حسب الكود المصري بين فروع الكنات. بالنسبه للمخرجات بتاعه الحاجات ديت اللي انا عايز اطلعها، ممكن اطلع من هنا شكل الاستريس على القطاع في ال 27 حاله اللي عندي. دي في الكيس 1، في كيس 2، كيس 7، كل الحالات اللي عندي ممكن ارسم فيها. كيس 7 دي فيها مومنت زياده قوي عن النورمال فورس، وذلك فيها تنشن فيها كومبريشن، لكن الكيسات اللي في الاول اللي هي ديد لود ولايف لود بس هتلاقي عليها كلها معظمها كومبريشن ومفيش مومنت، حاجه صغيره قوي. ده ممكن ينطبع، ممكن ينطبع ازاي؟ انا ممكن اعمل هنا كوبي فيو واروح على اي برنامج وورد واروح جاي اعمل لها بيست، بحيث اعمل لي نوتة حسابية لتصميم الحوائط في اي مشروع اطبعها بعد كده. وممكن نعملها في ريبورت، لو ضغطنا على علامة الزائد دي بيقول لي ضيف ده للريبورت اللي انت عايز تعمله، اي رسمة عجباك تروح ضغط عليها اد كرنت اد كرنت ريبورت، ضغطنا على دي فهي كده اتسيفت في الريبورت بتاعي. عايز برضو الكيس اللي هي 7 نجيبها، وليكن الحالة اللي انا عايزها اضغط
على ديت يضيفها للريبورت بتاعي. دان، يبقى انا كده ضفت على الريبورت بتاعي صورتين. عايز برضو اجيب الانتر اكشن دايجرام اللي هو منحنى الطاقه بتاعتي او الكباسيتي دايجرام بتاع العمود ده او بتاع الشير وول دي. نضغط على شو انتر اكشن دايجرام، ايه الانتر اكشن دايجرام ده بتاع العمود اهو، يعني العمود ده يقدر يشيل مومنت قد ايه مع النورمال فورس قد ايه. ممكن نظهر هنا الشو بوث سايدز اوف ذا كيرف، يعني اللي هو المومنت سواء كان مومنت سالب او مومنت موجب. ما هو المومنت ممكن يكون مومنت اباوت اكس سالب او موجب، يعني بيشد في الركن اليمين او بيضغط في الركن اليمين. فهو هنا ممكن يرسم لك الناحيتين او يرسم لك ناحيه واحده، دي ناحيه واحده ودي الناحيتين اهي. طب انا عايز اوقع النقط بتاعتي جوه الانتر اكشن دايجرام. النقط بتاعتي جوه الانتر اكشن دايجرام اللي هم 27 حاله هم، مثلا اخر حاله النقطه بتاعتي اهي موجوده جوه نطاق الانتر اكشن دايجرام، يبقى سيف قوي. طب مثلا الحاله رقم 7 او 8 كانوا كبار شويه، 7 انا دايما حاطط الحالات بتاعتي في البوتوم، التوب ما فيهاش، التوب كلها نورمال فورس، كل البوتوم هي اللي فيها احمال بس. ديت يا دوب، دي يا دوب قبل نهايه الانتر اكشن دايجرام بشويه، سيف بس بنسبه 96% اللي احنا كنا شفناها جوه. برضو عند 8 بعدها بسنه، المهم انها داخل نطاق الانتر اكشن دايجرام فهي سيف. ممكن نجيب الانتر اكشن دايجرام كمان في 3 دايمنشن، انتر اكشن سيرفيس اهو، ده الانتر اكشن دايجرام في 3 دايمنشن. ده الانتر اكشن دايجرام ام اكس وام واي في نفس الوقت عند نورمال فورس معينه، ممكن ادخلها له. ده الانتر اكشن دايجرام بتاع المومنت والنورمال فورس. الرسمه ديت عجباني، اروح جاي ضيفها على الريبورت بتاعي او اعملها كوبي على الكليبورد واروح جاي نسخها في اي برنامج صور او على الوورد بحيث اعمل ايه النوت الحسابيه بتاعتي. دان. بعد كده ممكن اروح جاي على التسليح ده اضيفه برضو اللي هي الشاشه اللي عندي دي. ممكن نخفي الجريد، الشبكه نخفيها من هنا ونخفي التهشير اللي جوه ده. اهو سيبه فاضي كده او نلونه مفيش مشكله. وليكن ان الصوره ديت عايز احفظها عندي في الريبورت بتاعي، نضيف على علامه الزائد اللي هنا دي اد تو ريبورت، واجي هنا واقول له من فايل بريفيو كارنت ريبورت، يقول لي عايز تعمل ريبورت فيه الحاجات ديت، عايز تضيف فيه ايه، البروجكت انفورميشن اللي هو اسم المشروع والحاجات اللي انت مدخلها في البدايه، طريقه الحسابات، البيزك كولم داتا، سيكشن دايجرام، الانديفيدوال شيب بارامترز، الريبر كوردينيتس، كوردينيتس ان شيبس يعني احداثيات الحديد اللي انت حاطه دوت، والسلندرنس كالكوليشنز لو انت مديله ارتفاع الحيطه وهي ممسوكه بايه من فوق وممسوكه بايه من تحت، الفيكسيشن بتاعها من فوق ومن تحت. ولكن انت هتضيف ده كله تقول له جنريت ريبورت، يعني اعمل الريبورت ده عايز تشوفه دلوقتي تعينه مفيش مشكله. ده الريبورت بتاعك، اسم المشروع وكده، انت ممكن تبقى تدخله وعندك الحديد اهوت مرصوص. طبعا هنا الصوره مش واضحه، لو انت كنت عملت كوبي ليها ولزقتها على صفحه وورد هيبقى احسن لك بكتير من الريبورت اللي هو البي دي اف ده. ديت السياخ بتاعه الحديد، كل سيخ احداثياته اكس وواي قد ايه. الصور اللي احنا برضو خدناها قبل كده اللي هي الانتر اكشن دايجرامز ديت هتلاقيها موجوده. اهي ديت الصور اللي احنا كنا خدناها. ده الانتر اكشن دايجرام، دي الصورة الأخيرة اللي احنا كنا خدناها.
كده نكون انتهينا من تصميم الحيطة وطلعنا كمية الحديد بتاعتها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.